ايزي ماني. ها احسن يا باسل. الحمد لله. انت مش عارف لولا شويه الملوخيه اللي انت نقلتهمني دول انا كان زماني ميت دلوقتي يا سيد. الحمد لله اصلا اللي انت لقيته فصيله ملوخيتي، لان فصيله ملوخيتي دي نادره جدا. ليه انت فصيله ملوخيتك ايه؟ بسمه، بسمه ريتاج. انا بجد مش عارف اشكركوا ازاي. انا اللي مش عارف اشكرك ازاي يا باسل، لولاك ما كنتش هعرف اوصل لريتاج. وانا لو ريتاج ما كنتش هعرف اوصل لسماح. ولا سماح ما كنتش عارف ان سيد بيحبني. وانا لولا سيد ما كنتش عارف ان باسل بيحبني. وانا لولا باسل ما كنتش عارف ان سماح بتحبني. وانا لولا سماح ما كنتش اعرف ان ريتاج بتحبني. انت بتجيب سيره مراتي يا باسل؟ ما انت جبت سيره مراتي الاول. طب ممكن كفايه بقى الكلام ده عشان احنا كده بنخش في اعراض. ماشي انا عارف ان الوقت مش مناسب، بس انت كنت وعدتني يعني لو وصلت لمراتك هتديني مال قارون. عيب، وانا عندي وعد يا صاحبي ان خالتي زمانه داخل علينا دلوقتي وهديك اللي انت عايزه. ايه ده؟ ده شكله ويصل هو اللي بيكلكس. ابعدوا يا جماعه عشان ما يتحرقوش. ابعدوا. ماشي ابعدوا. قارون احدف المال. نقولي الحاجه بسرعه يا سماح. هاتي سيد. ها حلال عليك يا حبيبي. ايه ده؟ دول 325 جنيه. ايوه. هو ده مال قارون؟ ايوه. قارون مين؟ قارون ابن خالتي. ايوه. ده كل اللي يحتكم عليه. انت بتشتغلنا يالا؟ سيد خش اربطه جوه في الحمام. اربطه؟ ده انا هعمل له ابديت. ايه ده انا؟ قارون اسحب. سلام يا بني ادمين. يا نهار اسود. العيال هدمت يا سيد. مش دي المصيبة، المصيبة ان هم اخدوا كرسي فخر، فخر لما يرجع هينفخني. هو فخر فين صحيح؟ يا نهار اسود، ده انا نسيته خالص. الله بابا، الله بابا ترزق، الله حبيبي. من فضلك هو ده بيت الاريال؟ بيت الكائن الفضائي، أؤمر. طب هو ليه مش واقف في القفص؟ ما قايل ساعة العصاري. طيب ممكن اشوفه؟ هتشوفه. تصور معاه ولا تاكله؟ لا هتصور. بكام الصوره؟ 5 جنيه. طيب ثانيه واحده، ادي 10 جنيه. عايز اتصور معاه واعمل لي كوبايه شاي. انا انسي ابا زبيسو. ده بيعاملك على انك ست. ست؟ ده بيشغلني معاه في القهوه بالليل. ده اهواجه يا سيد. بقول لك ايه، يلا يلا خرجني بقى. يلا اخرجك من هنا ازاي بس يا فخر؟ انت مش شايف المكان كله مرشق حراس؟ امال انت جاي ليه؟ انا كنت جاي عشان اتفرج على السمك. انت عارفني بحب السمك جدا. صدفه يعني. مش جاي حتى تتفرج على اخوك وهو محبوس. بطل الهزار ده عشان بصدقه كذا مره حذرك منه. بطل كلام يلا وخرجني. يلا بقى. انا مش بهزر يا فخر. هخرجك من هنا ازاي بس؟ طب اقول لك حاجه، اديني يومين ثلاثه كده افكر في فكره اخرجك بيها، واول ما تجيلي الفكره هجيلك على طول. وبعدين هو انت مش هنا بتاكل وتشرب كويس؟ باكل واشرب كويس. انا بياكلوني دود يا سيد. دود. عارف يعني ايه؟ امال الجزر اللي كانت في ايد الحارس دي ايه؟ الجزره دي العيال بتتصور بيها، ممنوع المسها، لو لمستها بيكهربني من وداني. خلاص هي دي النهايه يعني؟ انت حكمت بكده يا ابو السيد؟ ماشي، على اللي عملته في حياتي ده طبيعي، إن اتحبس هنا ده طبيعي. بس أنا ليا طلب. بس أنا ليا طلب. أنا حبيتك قوي كأخ الفترة اللي فاتت، فممكن بس يبقى لينا حتى ذكرى، صورة أنا وأنت دلوقتي أبص فيها وأنا قاعد جوه. وما تعيطش ما تعيطش. خلاص أنا الحمد لله والله أنا مؤمن. يلا أنا مؤمن. أنا فاضل ما تخلينيش أتأثر. خلاص هي الصورة دي هتفكرني بأيامك الحلوة يا أبو السيد. أنا اتأثرت وأنت هتوحشني يا فخر. خلاص بقى خلاص، ما هي دي النهاية. خلاص أنا هصور صورة بتليفوني وهبعتها لك. أيوة افتكر بيها أخويا حبيبي. يلا ابعتها لي. ولا خرجني من هنا يالا بدل مشروعك. يا حارس خرجني يالا. يالا يا شبح. خرجني يالا من هنا. يالا يا شبح يا شبح. اجري اجري.